قررت رأي تكشف أسرارها على التيك توك. شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو معلنة محمد اللي تفاعلت على منصة التيك توك بمقاطع عن عيد ميلادها وكل جمهورها عايدها. أيضا اليوتيوبر غيث مروان اختار طريقة عفوية ليعايد المرأة باليوم الوطني للمرأة. هابي وومنز داي. طبعا مثل ما انتم عارفين المرأة شيء جدا مهم بحياتنا، فالله يخليكم فوق راسنا ونحتفل فيكم دائما مش بس اليوم. وي لاف يو. اوكي اوكي يعطيكم العافية. ايضا كشف اليوتيوبر اسامه مروه على السناب شات انه هو عم يجهز لفيديو كتير مهم، ورح يكون بهذا الفيديو يوتيوبر اجنبي. فشو توقعاتكم بخصوص هذا الخبر؟ الاجتماع عم نجهز فيديو ان شاء الله حيكون كتير كتير حلو، وحيكون كمان في تدخل ليوتيوبر اجنبي. نمر إلى سيدرا بيوتي اللي قامت بإرسال رسالة لأحد المطاعم الرقية بدبي وحكت لهم سيدرا إنه هنن ما يستقبلوا نارين بدونها، والمطعم فاجأ سيدرا ورد عليها. نمر إلى اليوتيوبر نورمار اللي نشر ستوري على الإنستغرام كشف من خلاله إنه هو صام النصف من شعبان، وهذا شيء حلو من نورمار إنه بيعلم متابعيه يصيروا قدوة إله ويصوموا هم كمان. يا جماعة رح أتأخر تنزيل ستوريات البارحة لأنه هلا أدن ولازم أروح أفطر لأنه اليوم كلنا صايمين ليلة نص شعبان. الله يتقبل منكم ومنا، وقولوا لي مين صايم. مهم رايح اكل جوعان. ايضا نمر الى اليوتيوبر قمر الطائي، فبعد غيابها عن اللايفات التيك توك ظهرت قمر الطائي امبارح على لايف تيك توك، وكان واضح على قمر الطائي انه هي كانت مبسوطه بتعليقات جمهورها. وكشفت قمر الطائي انه هي بعد رمضان عندها سفره الى الاردن وكمان سفره الى السعوديه. ايضا اضافت قمر الطائي انه هدفها الحالي تصير ممثله، وهذا الشيء كان واضح في اخر مقطع نزلته على التيك توك، حيث ان كل جمهورها اشد انه قمر الطائي تملك موهبة التمثيل.